السلام عليكم ومرحبا بكم. احنا اليوم ان شاء الله اون سو بريبار باش نوجدوا البرايم النهائي ديال ماستر شيف المغرب الموسم الثالث 2016. اذا كيف ما كتشوفوا هذا هو الاستوديو اللي كان بريباريو فيه لا فوا اوف والميكس ديال الصوت ديال ماستر شيف المغرب 2016. اجيو تشوفوا. اي فوالا، هذا لو غون انجي سون حاتم المبدع، تبارك الله عليك، هو اللي كيحيح مزيان في لا ميوزيك وفي في لابياج ميوزيكال ولي زيفي، وتبارك الله كيعجبني نخدم معاه بزاف، كيتهلا ليا في الصوت مزيان، كنحس بالصوت هو هذاك. برافو 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 حاتم. اي فوالا، نتمنوا ان شاء الله البريم الفينالي يعجبكم، وفي نظركم شكون اللي غادي يكون الفائز بلقب ماستر شيف المغرب 2016 في الموسم ديالو الثالث؟ واش ظاهره، عبد الاحد ولا يوسف؟ هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه اليوم في الليل على قناتكم الثانية دوزام. تبارك الله عليكم. تشاو تشاو تشاو.